بلشت بهذا المشروع قبل 6 سنوات، يعني راح ادخل تقريبا بالسنة السابعة. هو مشروع كلش مبسط من البيت. أول بداياتي أخذت، طبعا ما عندي أي فكرة عن الطبخ نهائيا، شوي شوي تعلمت. أخواتي كان عندهم بيج أصلا كيك ما زال لحد الآن، وإنهم يعني ما شاء الله بصمة بالناصرية. بلشت هذا الشغل، طبعا والدتي علمتني وأخواتي، شوي شوي قمت أخذ طلبات، طبعا كليجة كيلو كليجة على حلوات تمرية خشخش ما أدري شنو، يعني هالأشياء البسيطة بداياتها توها أخذتها للكلية، والحمد لله والشكر حبت، يعني زملائي جدا حبوها، حبوا الطعام. تشجعت صراحة، شجعتني صديقتي زهراء أنه أفتتح بيج على الانستغرام ماي سويت سارة اللي هو بيجه حاليا، عن طريقة شفت يعني إقبال على الزباين يوم تطلب مثلا كليجة، مو بس اختصاص فقط حلويات والكليجة المعجنات، لا اختصيت أنه بالدولمة البرياني المقلوبة، يعني الحمد لله والشكر عندي الدولمة نمبر 1، يعني لها صداها كلش واسع. الكليج الحمد لله والشكر مو فقط بس بالناصرية، يعني ظلت تعبر محافظات تعبر دول الحمد لله والشكر، يعني كلش يحبوها يطلبوها من عندي بكميات كلش هواية. تعرف أول بداية يعني أول خريج يلاقي صعوبات كل شوية بمجتمعنا، وما لقيت صراحة الدعم، يعني زملائي ما لقيت من عندهم أي دعم، فتركتها. يعني أنا أصلاً عندي شغف كل هواية بالطبخ، تركت المحاماة، ظليت يعني توفى والدي، تركت المحاماة، خليت كل نصبي واهتمامي واجتهادي على المشروع مات الطبخ لأن أحبه صراحة، وهو يعني مصدر رزق كان إلي، مصدر رزق إلي ولعائلتي والمندوب زهراء اللي وياي صديقتي، فالحمد لله وشكر كانت بي يعني مورد إلي مالي. ومشروع بناتي بحت، يعني بس أنا وأخواتي كلش حابين أنه يجون هنا حتى الشباب، يعني مو فقط فئة النساء، المفروض هي فئة النساء تكون أكثر يعني مرتاحة وحابة هاي الفكرة، بس حتى الرجال اليوم حابينها، حابين أنه من يجون يعني يحشون ويا بنية ويأخذون كيكة مثلا زوجته الحبيبته مثلا الزميلة ويا أخته أمه، يعني حابين هاي الفكرة، أكفى التعامل مباشر يعني بين الزبون بين البنية.